إذا وجدت بالك مشغول بشخص معين طوال الوقت، فتأكد إنه هيدا الشخص هو مثل ما حكينا بفيديو سابق، هو أيضاً يفكر بك بنسبة واحتمال كتير كبير، قلنا بتبلغ نسبته 80%، و20% لا بيفكر فيك ولا بيهتم بأمرك أساساً. طيب شو الجديد اليوم وما هو المختلف؟ رح نحكي. طيب هل إذا بالفعل تبين إنه هيدا الشخص بفكر فينا فهيدا الشيء بيعني إنه بحبنا، إنه بفكر فينا بطريقة إيجابية؟ قد يكون نعم وقد يكون لا. طيب شو هي الحالات وما هي الحالات لثلاثة اللي معنا إياهن لليوم اللي بتدل إنه هيدا الشخص بفكر فينا لأنه بحبنا حب صادق حب حقيقي، أو إنه بفكر فينا لأنه بيكرهنا بيغار مننا أو بيحسدنا؟ يعني أيضا المشاعر السلبية بتخلينا نفكر بالأشخاص طوال الوقت. لا، لأنه لو مش حارق لنا قلبنا ما بنفكر فيه. بيقولوا شخصين بيراقبوك، الشخص اللي بيكرهك والشخص اللي بحبك. والحالة الثالثة بفكر فيك لأن بده مصلحة منك، وقاعد عم بيخطط كيف بده يوصل لهالمصلحة أو كيف بده يستغلك. طيب كيف بتميز وكيف بتعرف؟ لأن أنا بعرف 90% منكم حابب أو بهمه أمر الشخص اللي بحبه. طيب شو هو الاختبار النفسي اللي معنا إياه لليوم اللي بيكشف إنه هالشخص عم بفكر فيك عن حب مش عن كره أو مصلحة؟ هن بالحقيقة 4 اختبارات نفسية. أول اختبار هو الانسحاب التكتيكي. شو هو الانسحاب التكتيكي؟ يعني إنه نحسس هيدا الشخص إنه نحن مش متواجدين مثل قبل، نصير نخفف قليلاً اللقاءات والتواصل والمبادرة، ونشوف هل هيدا الشخص رح يعمل مجهود، رح يبذل مجهود لحتى يسترجعنا مثل ما كنا أو يمنعنا من الانسحاب. طبعاً هيدا الانسحاب التدريجي أهم حيلة فيه أنه يكون بدون زعل، بدون غضب، بدون عتاب. لأنه بمجرد أنك عاتبت أو أظهرت زعلك أو أظهرت غضبك وقلت له خلص أنا رح انسحب، مش رح ينفع شيء. الاختبار الحيلة تتلخص أنك تنسحب وأنت عادي مبسوط، ما في شيء، أصدقاء، ما عاتبنا، ما لمنا، ما صار زعل، ما صار لوم أو عتاب. وهون يسمى الانسحاب الذكي. انسحاب التدريجي هو انسحاب ذكي، ما منعطي للشخص سبب لانسحابنا أو لاختفائنا، وما منخليه يعرف ليه نحن اختفينا. أنه إذا زعلنا وانسحبنا رح يعرف أنه زعل، أنه عاتب، خلص مبطل فيه غموض. فنحن هون عم نشتغل على موضوع الغموض لإجراء هيدا الاختبار. فأنت لما تنسحب بدون زعل أو عتاب شوي شوي وتخفف، لأنه الانسحاب غير الاختفاء، اختفاء تختفي بالمرة، الانسحاب هو تخفيف تدريجي، لسبب اسمه الانسحاب التكتيكي. هون إذا حسيت هيدا الشخص عم يرجع يبذل مجهود لحتى يسترجعك أو يسألك فيك شيء، أو تحسه عم بحاول يرجع يتقرب منك أكتر لما تنتهي أو خايفان إنه تنتهي العلاقة، فهيدا دليل إنه الشخص باله مشغول لأجلك أنت. طيب بركي عم يبذل مجهود ليرجعنا لأن بده المصلحة. هون منوصل للنقطة الثانية، ألا وهي منع العطاء. شو يعني منع العطاء؟ يعني إذا أنت بتعرف إنه هيدا الشخص عم ياخد منك مصلحة معينة أو خدمة معينة، خاصة إذا كانت تتعلق بالمال أو بالهدايا، فهون بدي منك تبطل تعطي المال والهدايا من دون ما تقله أكيد أنا بدي بطل أعطي. توقف عن إعطاء الخدمة أو المصلحة أو المال أو أي شيء بتحس إنه هيدا الشخص عم يستفيد منك فيه، بتمنعه عنه. وبالتالي منشوف إذا منعت هيدا العطاء وعلى الرغم من هيك هالشخص بقي معك وما تخلى عنك وحاول إنه يستردك، فهيدا دليل هالشخص عم بحاول يستردك لأجلك مش لأجل المصلحة. الاختبار الثالث هو التوازن بالمبادرة، وهي نقطة مهمة
كتير مش شوي، لأنه التوازن بالمبادرة هو بخلي الشخص يظهر على حقيقته. هل هو ينتظر منك فقط أنه أنت تهتم، أنت تبادر، أنت تتواصل، أنت تبذل مجهود، ولما أنت توقف بينتهي كل شيء؟ أكيد إذا ما انتهى كل شيء يعني هيدا الشخص أنت بتعني له. أما إذا انتهى كل شيء بمجرد ما انك خففت المبادرة، او مش خففت، عملت توازن، يعني مرة هو بياخد الخطوة الاولى، مرة انت، مرة هو بيعطي، مرة انت، يعني اخده وعطى. وخاصة بالاتصالات وبالرسائل، لان هلأ بزمن التواصل مين بيبعت رسالة اول شيء، مين بيتصل اول شيء، هيدي نقطة كتير مهمة، وهيدي المقصود فيه بالمبادرة. فاذا حسيت لما انت بطلت تبادر بالاتصال او بارسال الرسائل، هو ايضا بطل يبادر وبطل يعمل اي خطوة، فهيدا دليل انه هالشخص بينظر منك انت تعطيه وانت تبذل مجهود، وبالتالي هو ما بيبذل لأجلك اي مجهود واي مبادرة. رابع اختبار نفسي هو التناقض الجذاب. حكينا عن الغموض الجذاب بحلقة سابقة. طيب شو هو التناقض الجذاب؟ التناقض الجذاب انه انا قدامه لهالشخص، ولما اكون معه او عم بتواصل معه سواء على وسائل التواصل او وجها لوجه، اني اكون مبتسم وسعيد وكتير عادي والحياة كتير حلوة وما في شيء، ما في زعل، ما في عتاب، وبالعكس انا ايجابي وانا اوقات كتير عم نكت، عم كون مرح. طيب ولكن بالستوري اذا هالشخص بيراقبك على وسائل التواصل، حاول تنزل تلميحات الى علاقة بالعلاقات يعني بشكل عام، واللي حذرت انك تنزل هيدي الستوري بحال البعد او الخلاف او الفراق، او انه شخص تركك وتخلى عنك، حذاري انك تنزل هالستوري. ممكن تقول هلأ تناقض، لا مش تناقض. التناقض اليوم هو بالاساس انه انا قدام هيدا الشخص سعيد وبالستوري انا حزين. الشيء الممنوع انك تكون قدامه حزين وبالستوري حزين، انه هو تركك تخلى عنك وتروح تنزل ستوري حزين، هيدا الشيء ممنوع. بالعكس لازم تنزل ستوري ايجابي. اما لما انت قدامه عم تعمل الحيلة النفسية بدون زعل بدون عتاب، وانت معه كتير مبسوط وكتير التواصل عادي وايجابي، وتروح تنزل ستوري حزين، هون هيدا الشخص رح يحس بنوع من التناقض. يعني هو قدامي عم بيكون سعيد ومعي عم بيكون كتير سعيد وإيجابي، طيب ليه بالستوري عم بيكون حزين أو كأنه عم بيعاتب بطريقة غير مباشرة؟ وبالتالي لما يسألك أو لما يحاول يعدل أسلوبه معك أو يحس كأنه هالستوريز موجهين لإله، فهون هالشخص صدقني رح يعمل ردة فعل. إذا كنت أنت شايف أنه هو مش عم يعمل أي ردة فعل أو مش عم يبذل أي مجهود، فبهالطريقة إذا بذل مجهود فمعناتها هالشخص باله مشغول لأنه بحبك. أما إذا ما بذل أي مجهود ليستفسر أو ليحاول يلين الأجواء بينك وبين، فهيدا الشخص ما بهمه فقط معك مثل ما قلنا، إما لمصلحة أو لغاية معينة.